واحد بيقول قرأت أشعار قداستكم الروحية والفكاهية. أنا قلت أشعار فكاهية دي مش مكتوب في كتاب انطلاق الروح، غالبا اللي كانت في حديث مع مصر القديمة مع أنبا يوحنا إلى آخره، كنا بنقولها تسالي في حفلات الكلية وإحنا تلامذة. بل ورأيت قداستكم وأنت تلقيها بطريقة جميلة جدا في شرايط الفيديو، ورأيت أنك تستحق كذا، نهايته بلاش الكلام ده. وأود الإجابة على السؤال، قلتم في قصيدة خمسة سبت البيت الذي يقول: يا أريف القلب ما أحلاك، بل أنت عالم مرهب ما أروعك. فهل هي مرهب أو أم مرهب؟ مرهب، يعني ربنا ممكن يكون في قوته في مجده يخاف الواحد منه، وممكن يكون في حنوه يسيل عروبه. ولذلك لما ظهر ليوحنا الحبيب في سفر الرؤيا بيقول: وقعت عند قدميه كميت، ما قدرش يحتمل المنظر. فربنا له هيبة كبيرة وفي نفس الوقت له حنان عجيب، لكن هي مرهب اسم فاعل. لا هي مرهب. بمناسبة الشعر اللي قالوه البنات النهاردة، قصيدة غريب، قالوا في كلمة خلي القلب، خلي القلب لا أخفو لشيء من أمانيه. خلي هنا تقع حال منصوب، فما تقولوش خلي وخلي القلب لا أخفو، وبالتالي بقية الصفات تكون منصوبة لأنها معطوفة على منصوب.